We have a couple of surprise speakers. One of them is Yahya Shalan, the son of Mohammed Shalan. Yahya is going to talk about Mechatronics Quality, and Geography and Mechatronics. وهو في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الجودافي تقنية الميكاترونكس. يختار المعلم الميكاترونكس منذ البنات وحتى يومنا هذا، وذلك بسبب التقدم المستمر لها بشكل يومي. ببساطة فإنها العلم الهندسي الذي يربط بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب وأنظمة التحكم. هي خليط من التكنولوجيا والأساليب للمساعدة في الحصول على منتج أفضل. تاريخ الميكاترونكس. يعود مصطلح الميكاترونكس إلى 1960 في اليابان. بدأ استخدامه في إحدى شركات التحكم في اليابان. صار يطلق على كل جهاز يتحكم بمحرك كهربائي يستخدم الآن في الصناعة والزراعة والتعليم. تدرس مدارس وجامعات كثيرة حول العالم، وهناك العديد من المسابقات والمنافسات السنوية. فوائد الميكاترونكس. ساهمت في صناعة وتطوير الروبوت. زادت من فعالية التحكم بالروبوت والأجهزة الميكانيكية. تدخل ضمن العديد من الصناعات والنشاطات التعليمية. وفرت حساسات مناسبة لمنع التصادم. تستخدم في أنظمة التحكم عن بعد. تسمح بإعادة برمجة وتوجيه السيارات والمعدات. إيجابيات وسلبيات الميكاترونكس. سهولة التحكم بالأشياء. إمكانية التغيير والتبديل. سهولة البرمجة. تحسين الأداء بشكل متواصل. سهولة التصميم والتعديل. والآن سننتقل إلى السلبيات. تحتاج إلى مهارات متعددة تتطلب التركيز. لابد من الاهتمام بالسلامة. تحتاج إلى حسابات متعددة. ماذا صنعنا في مدرسة الأندلس بجدة؟ تركيب نماذج هندسية بسيطة مثل الجسور والمباني. روبوت صغير يلعب كرة القدم. سيارة مصنوعة من مكعبات تركيبية نتحكم بها باستخدام كمبيوتر عبر برامج نحن نطورها. روبوتات تتصارع مع بعضها. روبوت يحرك الأشياء من مكانها. تمساح يفتح ويغلق فضة كما في الصور. هو عرض يقوم فيه كل طالب من هؤلاء الثلاثة طلاب بجمع لون محدد من المكعبات. بداية فيها تركيز.
خشب هو الفلاسك. كيف ساهمت جودة الميكاترونكس في جودة تعلمنا؟ تعلمنا الدمج بين الكمبيوتر والعلوم والرياضيات. استطعنا الربط بين الكتب والعمل والتكنولوجيا. استخدمنا حواسنا في التعلم بالنظر واللمس والسمع والعقل. علمنا أسلوب خط الإنتاج في المصانع وأماكن العمل. ازداد تعاوننا مع جميع الطلاب في المجموعة وفي الفصل. زاد حرصنا على الابتكار والإبداع والتنافس. تعلمنا طريقة المشروعات الهندسية والتركيبات. كيف تعلمنا الجودة في الميكاترونكس؟ التركيبات الصغيرة والفعالة أحسن من الكبيرة. التركيبات الخفيفة يسهل التعامل معها أفضل من الثقيلة. استخدام التركيبات المتوفرة أحسن من طلب مكونات جديدة. استخدام قطع أقل دليل على جودة العمل. التدقيق في التفاصيل ضروري لتحسين العمل. يجب النظر في البيئة والمواد المتوفرة قبل الشغل. يجب أن نفكر في الصيانة والتشغيل في بداية المشروع. وهذه مواقع البرمجة والروبوت. تنكر، سكراتش، تيكل بي كود، روبو كاب، أور أوف كود، فيرست ليج وليج. وفي الختام، علموا أولادكم جودة البرمجة والميكاترونكس. علموهم أن يطوروا ألعابهم بأنفسهم بدلا من أن يشتروها. علموهم أن يقرأوا ثم يصنعوا قبل أن يلعبوا. قال لي والدي: في عالم اليوم يجب أن يصنع كل إنسان مهنته لا أن ينتظر من يعطيه وظيفة. شكرا لحسن استماعكم. سيارة عن الميكاترونكس. تفضل. العصر المتحدث في تاريخ المجلس السعودي.